السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي على الخير والمحبة دائما وأبدا. أيها الأحبة، إسرائيل تبحث عن رد اعتبار بعد أن مرغ أبطال غزة أنفها في الوحل. هذا أمر بات واضحا للعلن. هناك من يدفع باتجاه اجتياح غزة، وهناك من يدفع باتجاه أن ينذر بعواقب وخيمة على الغزاويين جراء انتفاضتهم هذه. إنها طوفان الأقصى. تل أبيب محتارة. حزب الله دخل هذه الحرب ليس لإجبار الكيان الصهيوني على الرضوخ لمطالب الغزاويين، وإنما للحيلولة دون أن يحرك الكيان الصهيوني قواته المحاذية باتجاه غزة. طبعا الأمريكان حركوا ناقلة الطائرات أو حاملة الطائرات ليس لدخول الحرب، لأن ذلك من أصعب الصعاب عليها، إنما لممارسة حرب نفسية غايتها تهوين الموقف الغزاوي والمقاوم المساند له. العرب لم يفهموا المعادلات الجديدة والتوازنات الجديدة، فباتوا يمارسون دور الوساطة بين الكيان الصهيوني والغزاويين لعلهم يحظون بمباركة نتنياهو. أيها الأحبة، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وكما اعتدنا طبعا تأتيكم بعنوان فلسطين المحتلة، هل يصلح الأمريكان ما أفسده الطوفان؟ معكم علاء فاضل في التقديم، والإعلامي قاسم العجرش في الإعداد، وأحمد سلام في الإخراج. أيها الأحبة، كما اعتدنا نقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان من حق العملاء أن يغضبوا لأجل إسرائيل، الكاتب ناجي أمهز. إن ما يجري اليوم هو أكبر انتصار يحصل منذ 23 سنة بعد التحرير عام 2000، وهو يؤسس لقيام دولة فلسطين المحررة من النهر إلى البحر. وأخطر ما يتم التعتيم عليه هو الحديث عن عشرات الألوف من الحجوزات للصهاينة من أجل مغادرة فلسطين المحتلة، وهذا الأمر يجعل الجميع يدرك عمق الأزمة التي يعيشها الكيان برمته، بل حتى الغرب الذي عليه أن يعيد حساباته من جديد بعد أن خسر أوراقه دفعة واحدة. الشعب الفلسطيني يكتب اليوم المجد والعزة والكرامة، وعليه أن يتفاعل بكافة السبل مع مقاومته، وأن لا يصغي إلا لصوت الرصاص من فوهات بنادق المقاومين. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم رئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية الأستاذ محمود الهاشمي، رئيس مركز الهدف للبحوث والدراسات الأستاذ حسين الكناني. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ محمود، رئيس الموساد السابق أفرايم حليفي للسي إن إن يقول لم نتوقع أن تكون الإصابات في صفوف المستوطنين بهذه الدقة والفعالية التي شهدناها. ما جرى في المستوطنات خارج نطاق الخيال، ولم يكن لدينا معلومات بامتلاك حماس لهذا العدد من الصواريخ، ولم نملك أي انذار بأي شكل من انشغال، وكان عبور عناصر حماس مفاجئا بالكامل. عن ماذا يكشف هذا القول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، برنامجكم الموقر مقدما ومعدا ومخرجا، أهلا ومرحبا، ولضيفكم الكريم الأستاذ حسين الكناني ولمشاهديكم الكرام. مرحبا بك. حقيقة نحن نعيش تفاصيل معركة تمثل مفصلا مهما من تاريخ الأمة، وليس من تاريخ فلسطين لوحدها. أنا عشت كل المعارك التي خاضها
الفلسطينيون والعرب منذ عام 48 وحتى يومنا هذا، وكنا نتفاعل مع كل هذه المعارك. كانت أغلبها معارك رسمية، أي أن الجيوش الرسمية للحكومات هي التي تذهب للقتال، وبذلك فإن قرار انسحابها هو قرار حكومي. فسرعان ما يخذل الحكام جيوشهم المتقدمة في الخطوط الأولى ويدعون إلى انسحابها ليمثل خذلانا وانتكاسة في تاريخ هذه الأمة. أسوأ المعارك التي خضناها هي معركة حزيران عام 1967، وتسمى بنكسة حزيران، حتى أن ما كتب عن حرب حزيران يمثل مجلدات هائلة بما سمي أدب الانتكاسة. صحيح. ولذا يقول نزار: كلنا بعد حزيران كأكياس الطحين، يعني قوالي مسطرة. وقال: نحن جيل القيء والزهري والسعال، وكلمات قاسية أكثر من ذلك. أما الشاعر مصطفى جمال الدين فعن حزيران قال: لملم جراحك واعصف أيها الثار، ما بعد عار حزيران لنا عار. لملم جراحك، لملمنا جراحنا، وقاتلوا في تشرين، كحالة من حالات جلد الذات. أحسنت. 1973 قاتلوا، ولكن كانت حرب تحريك أكثر مما هي حرب تحرير. والأمة تعيش مخاضات من الألم والمرارة. لأننا نعتقد كأمة، نعتقد بأن فلسطين تمثل جوهرة قضيتنا. فانتكاسة فلسطين بمعنى انتكاسة الأمة. مثل ذلك أن إسرائيل تمثل عمقها، العمق الغربي، العمق المتخاذل في العالم. أنا قلت في أحد مقالاتي أن الصبر المقاومة الفلسطينية على التفرد الأمريكي وعدم الانتكاسة هو انتصار بحق ذاته. لماذا؟ لأن التفرد الأمريكي واتفاقيات أوسلو 93 قمة في الانتكاسة والخذلان، ليس على مستوى فلسطين. أوروبا الشرقية تقسمت، الاتحاد السوفيتي انهار وأصبح شتاتا، العالم حدثت به هزائم مختلفة. إلا أن المقاومة في مثل هذا الظرف الصعب والتفرد الأمريكي وقفت على قدمها، والآن تحيط الخارطة الفلسطينية من كل الجهات. أذكر قبل أن أنتهي أن كل خارطة فلسطين هي 26,000 كيلومتر مربع. نعم. يسكن منها الفلسطينيون 6 كيلوات فقط، 20 الباقية في حجم محافظة البصرة. إذا أجهزنا على هذه المساحة بحيث أن الطيار الإسرائيلي لا يستطيع أن يستدير في خارطته إلا أن يدخل دولة من هذه الجهة وهذه الجهة، مجرد أن تقرأ خارطة الاحتلال تقول أن إسرائيل لا تستطيع أن تقاوم بهذه المساحة، هنالك 10 ملايين يهود. فأنت الآن تدخل معركة مفصلية بين شعب لم يترك له خصمه حتى حجة أمام الله وأمام نفسه، وبين لمم من كل أبناء الكرة الأرضية جاءوا إلى هنا وافترضوا أن هنالك دولة. هذا الآن المفصل التاريخي الذي نقف عنده هو الذي أشره ضابط المخابرات السابق. ماذا قال؟ تفاجأنا، بمعنى بعد 75 سنة إسرائيل المفروض تنتفخ وتكبر وتتسلح وكل العناوين، وأنت في هذه اللحظة، أنت في هذه اللحظة بعد 75 عام تحقق هذا الإنجاز العسكري عليها. إذن بمعنى أن المقاومة ثابتة ومنتصرة. طبعا الإجهاز على القضية الفلسطينية لم يكن منحصرا باتفاقية أوسلو، إنما اتفاقية وادي عربة التي مسحت الأردن أيضا أمام الوجود الصهيوني. أستاذ حسين مرحبا بك. أحد قادة العدو الصهيوني يقول: دولة إسرائيل تشثو على ركبتيها في واحدة من أصعب الأوقات في تاريخها، والأمريكيون يرسلون حاملة طائرات إلى هنا
في حالة من الذعر خوفا علينا. أمريكا دخلت الحرب فعلا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك ولضيفك سيد محمود الشاشمي والمشاهدين الكرام. هذه إشارة إلى أن هنالك مقطعين في هذا الحديث. ابتداء، لطالما حاول الكيان الصهيوني كسر إرادة حماس وشوكة حماس وعمل في الاجتياحات يعني السابقة وهي كثيرة جدا، محاولة يعني محاولات متكررة. هو أراد، كان يسعى إلى كسر المقاومة الإسلامية وتصفية القضية الفلسطينية. من الناحية الإعلامية، الإعلام العربي والدول المطبعة تجاهلت إلى حد كبير القضية الفلسطينية وأخرجتها من أدبياتها. صحيح. وبالتالي لا يتعامل مع القضية الفلسطينية سوى خبر لقتل فلسطيني، أو طبعا خصوصا بعد هرولة بعض الدول للتطبيع، نعم، أو هدم مساكن الفلسطينيين، نعم، ويتعاملون مع القضية على أنه قضية عادية، خبر عادي تتعامل معه وسائل الإعلام. وكل عملية عسكرية تقوم بها المقاومة يتعاملون معها أو يتجاهلونها على أنها عمل إرهابي مدان من قبل الحكام العرب. ما حصل الآن هو العكس. المقاومة الإسلامية كسرت شوكة الكيان الصهيوني، وهو الآن عاجز، يعني حتى هذه اللحظة هو لم يخرج من الصدمة التي يعني تلقاها. صدمة باعتبار أنه يعتمد اعتماد كلي على التفوق العسكري والتفوق التكنولوجيا والقبة الحديدية، وأن هذه الحدود هي حدود مؤمنة إلكترونيا لا يمكن اختراقها، مع بالمقارنة مع التضييق والحصار الذي تعانيه غزة. وأيضا التجربة ثبتت أن هذا الجهاز أو هذه الحدود مستشعرة حتى لحركة الحيوانات القريبة منها. قالوا أن الطير يرى. بالتالي من المستحيل من الناحية العلمية أنه تستطيع حماس أن تجتاز هذا السياج من دون علم الجيش الإسرائيلي. بالنسبة للقسم الثاني من السؤال، هو أنه هل أمريكا دخلت الحرب أم لا؟ أعتقد أنه لولا وجود أمريكا ولولا دعم أمريكا ما بقى لهذا الكيان منذ نشأته حتى هذه اللحظة. صحيح. بقاء هذا الكيان ووجوده واستمراريته هو متوقف على الدعم الغربي والأمريكي لهذا الكيان. متى ما رفع الدعم أو انقطع الدعم، قطعا لا يبقى أي وجود لهذا الكيان. وهو يستفيد طبعا من وجود الكيان الصهيوني بالمنطقة، وإن كان يعني برؤية صهيونية، لكن إمداد هذا الوجود هو لمصلحة أمريكية. اليوم الكيان الصهيوني يعتبر ولاية متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة تعتبر الأغنى والأهم على مستوى العالم. من عندما وهو ما قاله ما قاله بايدن، لو لم تكن إسرائيل موجودة لعملنا على خلق إسرائيل. عندما نستعرض الجغرافيا وعندما نستعرض خارطة العالم، نجد أن هذه البقعة من العالم هي الأهم على الإطلاق. نعم. على مستوى العالم. نعم. من حيث المرور الطاقة ومن حيث الإمكانيات الثروات الطبيعية اللي موجودة، بالإضافة لما تمثله من حلقة وصل بين قارات العالم. أعتقد أنه مسألة الدخول والتلويح بالدخول، هذا يكشف أنه ما هي السيناريوهات التي يعني المفترضة. التفاتة مهمة. المفترضة. هسه إحنا أمام متغير جديد، وذكر السيد أنه هذه الحادثة تعتبر الأهم على الإطلاق. يعني تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ابتداء هي عادة للواجهة أنه الصراع عربي إسرائيلي وليس صراعا عربي إيراني، باعتبار أنه لطالما الفترة الأخيرة عمل الكيان الصهيوني والماكينة الإعلامية على أن توجيه الصراع من إسرائيل إلى الجمهورية الإسلامية، وأنه من يهدد الوجود العربي هي الجمهورية الإسلامية. نعم. لكن هذه عادة القضية الفلسطينية للواجهة، وأن القضية الفلسطينية تعتبر هي أم القضايا الإسلامية والعربية بلا منافس، وأن الصراع هو عربي إسرائيلي بلا منافس. نعم. بالتالي ما هي المحتملات؟ هذا ممكن يكون سؤال قادم. نعم. ما هي السيناريوهات المحتملة في الفترة المقبلة؟ في متن حلقتنا لهذا اليوم ضيوف الأكارم، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال حمل عنوان كيف نقرأ معركة طوفان الأقصى، الكاتب محمود الهاشمي.
لم تأتي المعركة كردة فعل على الجرائم التي ارتكبها الصهاينة ضد قطاع غزة فقط، إنما هي استراتيجية المقاومة في تحرير الأرض كاملة. لا يقل الإعداد لهذه المعركة عن 3 أشهر وعلى مسافة أمتار من تواجد القوات الصهيونية، وهذا يعني فشل المنظومة الاستخبارية الصهيونية ومدى سرية المقاومة. التحضير لطول أمد المعركة لا ينحصر بأيام، بل المقاومة أعدت نفسها إلى مدد طويلة بكامل الذخيرة ومؤنة الشعب أيضا. المفاجأة في المعركة ليست في الهجوم المباغت والانقضاض على مواقع العدو، بل في تعطيل عمل منظومة القبة الحديدية، وبذا فإن صواريخ المقاومة وصلت أهدافها. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى سعد محمود. هذا المقال طبعا حضرتك تقول به المفاجأة في المعركة ليست في الهجوم المباغت، بل في تعطيل عمل منظومة القبة الحديدية. يبدو أن المقاومة متقدمة تكنولوجيا. شوف، إحنا كان جاي الأستاذ حسين، الشيخ حسين، كنا في بيروت أعتقد قبل 4 أشهر وكان لنا لقاء مع سماحة السيد حسن نصر الله. وفي وسط أو في يعني نهاية حديثه قال انتظروا المعركة الكبرى. بقينا نحن ككتاب محللين سياسيين نتصفح هذه الكلمة ماذا يعني وننتظر في نفس الوقت. هذه الكلمة كبرت على مدى هذه ال4 أشهر. يبدو أن هنالك إعداد لهذه المعركة. هو هذا، عفوا بعد إذنك، يعني هذا سؤالي التالي، وهي هل أن المعركة جاءت كرد فعل للمظالم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المواطنين في غزة، أم أنها عمل مخطط له؟ إذا كانت كردة فعل لا يستطيعون أن يردوا أو ينهوا دور القبة الحديدية. بمعنى أنت أعديت نفسك استخباريا بحيث أنك تقوم بكل هذا الفعل وأمام الصهاينة وأن خصمك العراق. طيب كيف حافظت على هذه السرية؟ أول أمس يلا عرفت أنا شلون محافظين على السرية، أنهم لم يستخدموا التقنية الحديثة في الاتصالات قط. كانوا يستخدمون يقول الإنسان زمن عصر الحجري، يعني يذهب الشخص إلى نفس الشخص الآخر ويتحدث معه بشكل مباشر. لم يستخدموا التقنية الحديثة. ثانيا لأنها قابلة للخرق. أحسن، قابلة للخرق، وهذا طبعا إبداع. طبعا طبعا. ثانيا أنهم قاموا بممارسات، يعني مثلا أنت عندما ترى دراجة تتحول على سبيل المثال إلى مسافة الطيران وسووا سباقات، وأن الذي يمتطي هذه الطائرة البسيطة البدائية لا لم يبلغ أنك في مهمة عسكرية. وشون؟ كأنها جزء من الألعاب التي كانوا. لا، وسباقات. نعم. وكان أكو جائزة وأكو حث إلى أن أصبحوا جدا ماهرين في هذا المجال. ثالثا أن جغرافيا المكان، يعني جغرافيا ثكنات العدو في غلاف غزة، يعني ربما لا يعلم المشاهدون أن يوميا يدخل إلى الأرض المحتلة من 150 إلى 200 ألف فلسطيني يعملون في المعامل وفي المصانع وفي مؤسسات الصهاينة، يجيدون اللغة العبرية ويوميا يختصمون معهم، هم موظفين. إسرائيل لماذا لم تجب من غيرهم؟ قالوا هؤلاء يحسنون اللغة ولا ينامون عندنا، يعني ينتهي الدوام يروح لبيتهم في غزة أو في الضفة الغربية. بمعنى أن المواطن الفلسطيني يملك ثقافة عالية عما يدور في هذه الدولة. نعم. وكما أسلفت لك أن خارطتها صغيرة بحيث تشتمل على كل ما عليها، فهذه مواضع الثكنات بالمتر الواحد هم يعرفونها، يعني يوميا يمرون من يمه
ثلاثة هم أول شيء باشروا به أنه ضربوا المنظومة الأساسية للاتصالات. فلذلك عند بعد الضربة هذه ومقتل من فيها صعب على جندي الآخر الإسرائيلي أن يتصل بزميله الآخر. هذا الشده ماذا وفر لهم؟ وفر لهم أن هذا المقاتل يذهب من ثكنة إلى ثكنة ويقتل، وذاك لا يعلم ماذا حدث لصاحبه. الشيء الآخر والأخطر هو الحرب السبرانية. من الذي جهز حماس في الحرب السبرانية؟ بحيث أنه أجهزة الاتصالات توقفت، وثانية منظومة القبة الحديدية. هذا المفصل المهم يعني. القبة الحديدية واحدة من أسباب يعني من أسباب التعالي الصهيوني من الناحية الدفاعية، أنه يمتلك قبة حديدية ويريد يبيع منها إلى الإمارات وإلى البحرين وإلى السعودية وإلى غيرها. وإذا بالقبة الحديدية لا تقوى بالدفاع عن نفسها. لحد الآن 3 صواريخ سقطت عليها. طبعا إسرائيل لم تحتج إلى صاروخ، هذا كذب، هي ملأة بالصواريخ، ولكن إعادة ترتيب القبة. عندما انتهى دور القبة انتهت إسرائيل من السماء. هي دائما تغلبنا بكل المعارك، بيش جو. معارك الجو انتهى دورها. ماذا بقي لديها؟ كل الذي بقي لديها أنها تنتظر، فبقيت تنتظر. وكل قتلاهم هؤلاء الذين حدث لهم ما حدث، هذا من الناحية الاستعداد. الشيء الآخر، لماذا وقتتم هذا الوقت؟ يعني أنت كفلسطيني لماذا وقتت هذا الوقت؟ استراتيجيا الفلسطينيون يقرؤون الداخل الإسرائيلي، وهم جميعهم يعرفون اللغة العبرية ويسمعون الأخبار جيدا، أن إسرائيل منقسمة على نفسها 5 انقسامات ولا تقوى على البقاء. المفكرون الصهاينة بدأوا يكتبون أننا لا نصل إلى 80 في أدبيات الصهيونية، أن إسرائيل لا تستطيع أن تصل إلى 80 من عمرها. بعد لهم 65 من هسه ارتبك وضعهم. أنه إحنا ما نصل إلى 80. القراءة الدولية أن بعد حتى نكمل وعطي وقت أستاذ حسين بعد على حسابي، أن أمريكا انسحبت من الشرق الأوسط. ترامب ماذا قال؟ لم يعد الشرق الأوسط من أولوياتنا، وهذه منطقة أزمة. انسحبوا من أفغانستان، انسحبوا من العراق، انسحبوا حتى بطارياتهم الموجودة بالسعودية سحبوها. إذا لم يعودوا أقوياء في نفوذهم. وهذا تقرأه في فلسطين. بس حاملة الطائرات ممكن أن تتحرك وتحقق وجود. أن من يفر من ساحة المعركة لا يستطيع أن يعود لها. هاي مو إحنا نقولها. هذا منطق العسكري يقول. وأتحدى أمريكا. استراتيجي العسكري أتحدى أمريكا أن تطلق طلقة واحدة. منذ أن قدمت إلى الآن تنادي بكلمة واحدة، موجودين حتى لا يدخل طرف ثالث بالمعركة. حج هادي ماذا قال؟ الحج هادي العامري قال إذا دخلت أمريكا ندخل. إذن الثاني معناها لا يدخل شخص ثالث بالمعركة. إذن معناها نحن أمريكا إذا تحركت أكو هنالك من يواجهها. يعني أنت تقصد أن أمريكا للآن لم تتدخل بشكل مباشر؟ مستحيل. جيد. وتخاف. جيد جيد. أستاذ حسين، في مذكرات المجرمة جولدا ماير تذكر أن الملك حسين قدم لهم تقريرا فيه يعني تحذير من أن هناك هجوما وشيكا ستقوم به مصر وسوريا في العام 73. قلوا إحنا لم نكن نصدق هذا القول إلا أنه وقع، هذا في العام 73. اليوم الأردن أول دولة عربية تدخل الحرب إلى جانب الكيان الصهيوني. أين ذهب الحلم العربي؟ الكيان الصهيوني استطاع أن يروض الحكومات العربية ويخرجها من الصراع، وهذه حكومات هي معروفة بالعمالة، هي تخشى يعني تخشى ذهاب الملك وذهاب السلطة. نعم. وبالتالي مسألة بيع القضية الفلسطينية بيعت منذ عقود طويلة يعني. لكن الكيان الصهيوني لم يستطع أن تكون لديه تطبيع مع الشعوب، عادة كل الشعوب العربية. نعم. فشل الكيان الصهيوني أن يطبع مع الشعوب العربية. مسألة المعلومة يعني عندما
تقول عندما يبلغ الكيان الصهيوني من قبل ملك حسين. أعتقد أنه التحضير الجيد للعملية والسرية المطلقة لهذه العملية وإن لم يكن يعني في المجمل عندما تحدث السيد حسن نصر الله أنه سوف يدخل الجليل. نعم. هذه رؤية تعطينا على أنه في فكر المقاومين وطبعا ولا فرق بين حزب الله وحماس باعتبار محور مقاومة محور ثابت والتطور النوع المستمر للعمليات العسكرية. نحن شهدنا في العوام الأخيرة هناك تطور نوع كبير في العمليات المقاومة. انتقل من الصواريخ القصيرة المدى وذهبنا باتجاه الصواريخ الدقيقة النوعية الآن ثم للطائرات المسيرة وهذا التطور النوع المستمر والجهوزية المستمرة سواء على مستوى حزب الله أو على مستوى حماس والفصائل محور المقاومة بالكامل. محور المقاومة الآن يعني بصعود من حيث النوع ومن حيث السلاح. هذه العملية أعتقد أنها نتائج طبيعية للتطور العسكري. وبالتالي عندما تكون عملية بهذه طبعا العملية حددت أهدافها منذ البداية. يعني للجناح العسكري وكذلك المسؤول السياسي في حركة حماس ذكر أنه الهدف من هذه العملية هو استعادة الأسرى اللي موجودين في السجون الأمريكية ولكسر السجون وإخراج السجناء الفلسطينيين المقاومين في سجون الاحتلال. أكثر من 5000 سجين موجود عدد النساء. وبالتالي الهدف الرئيسي لهذه العملية ليس يعني الذهاب نحو إنشاء عمليات انتحارية وقتل المستوطنين، بل هو الغرض منه السيطرة على أكبر قدر أو أسر أكبر قدر ممكن من المقاتلين اليهود وحتى المستوطنين. طيب يقال أنك إذا استطعت أن تتحكم ببداية الحرب فليس مضمونا أن تتحكم بنهايتها، ماذا لو اتسعت دائرة الحرب واتخذت أشكال أخرى؟ هنا عندما نأتي إلى يعني إلى ماذا يستطيع أن يفعل جيش العدو أو جيش الكيان الصهيوني في كل المواجهات السابقة؟ أقصى ما لدى الكيان هو أن يقوم بعمليات قصف من بالطائرات أو بالصواريخ. مسألة اجتياح غزة أعتقد أنه هذه تجربة فشلت من قبل الجيش الاحتلال. هو قام في الفترات السابقة قديما محاولات كان لا يستطيع أن يعني بضع أمتار عديدة ومن ثم يقوم بالانسحاب، لأنه يعلم أنه غزة بالنسبة لجيش الاحتلال يعتبر كالثقب الأسود. احتمالية أن تدخل الدبابات لكن خروجها قد يكون مستحيل. نعم يستطيع الكيان الصهيوني أن يدفع بمجموعة من دباباته وفرقه العسكرية يدخلون غزة، لكن لا أحد يضمن خروج هذه الدبابات سالمة، خصوصا مع مسافة صفر مع مقاومين في كل مكان. بالإضافة أنه الآن المعركة ليس داخل غزة، الآن المعركة في داخل إسرائيل في المستوطنات. الإرباك اللي موجود عند الجيش الآن أصبح يشتبه بأي مسلح، والكل يعرف أنه الكيان الصهيوني والإسرائيلي كلهم مسلحون. مسألة ثقافة السلاح موجودة عند كل صهيوني وعند كل يهودي. وبالتالي نلاحظ أكثر من حادثة حصلت الآن في مناطق مختلفة، يقوم الجيش باستهداف الإسرائيليين أنفسهم لأنه يشتبه أنه هذا فلسطيني، لو هل هو مقاوم من حماس أم هو مستوطن، وبالتالي يبدأ بشكل مباشر بعملية استهداف للعجلات، خصوصا وأنه الفلسطينيين استقلوا الكثير من السيارات الصهاينة بتنقلاتهم داخل هذه المستوطنات وهي قريبة جدا من غزة. هذا يعني أن احتمالية توسيع رقعة الحرب هو مما سيكلف الكيان الصهيوني أثمان باهظة، لذلك لا يحتمل هذا. يعني أنا أستبعد أن تقوم بالإضافة للتهديدات من قبل حزب الله أنه لو دخلت سوف تكون جبهات أخرى مفتوحة. نعم، والجبهات هذه مكلفة جدا. نعم، الأستاذ حسين الكناني، الأستاذ محمود هاشمي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان
الموقف الأمريكي والمطبعين من طوفان الأقصى لا يجب السكوت عنه. الكاتب هاشم العلوي. الموقف جد خطير، وأي حسابات للغطرسة الأمريكية والغربية فلن تحقق سوى المزيد من قتل المدنيين في غزة. ننتظر مواقف حازمة تجاه الصهاينة والأمريكان ومن معهم، والمشاركة الفعلية للتصدي للكيان الصهيوني إذانا بزواله وزوال من يقف معه وخلفه. المواقف الدولية لابد أن يكون لها تأثير في كبح جماح الصهاينة بما في ذلك روسيا والصين، وأي تحرك دولي في مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد الشعب الفلسطيني تتحمل مسؤوليته، ولا بد من إبلاغها بذلك ومواقفها محسوبا ولمصلحتها مع العرب وليس مع تل أبيب. الأيام حبلى بالمواقف التي تفرز الخبيث من الطيب. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم، الأستاذ محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للبحوث والدراسات الاستراتيجية، الأستاذ حسين الكناني رئيس مركز الهدف للبحوث والدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكما مرة أخرى وأخرى. أستاذ محمود، الشيخ أبو محمود يقول: شعوبنا الإسلامية تفتخر بفلسطين ومقاومتها الجريئة. العامري يقول: رايات تحرير فلسطين ستنطلق من العراق ولن نتردد في استهداف الأمريكان إذا تدخلوا، ويقدم الشكر لإيران التي لولا دعمها لكان العراق بخبر كان. إلى أين ستؤول الأمور في ظل طوفان الأقصى؟ إحنا إذا فكرنا بأن هذه المعركة هي ردة فعل سنخسر المعركة. جيد. المقاتل المقاوم في فلسطين وخارج فلسطين يرى أن المقاومة تحرير كامل الأرض. نعم. وكل العناوين الأخرى هي بالنسبة له هراء. لماذا؟ لأنه أولا صاحب حق في هذه الأرض، وثانيا أن تاريخ هذه الدماء يستحق أن تحرر الأرض. نعم. كل الشعب الفلسطيني الذي خرج من داخل فلسطين فارا نتيجة القتل والإرهاب، السكان الأصليون ما زالوا يحملون مفاتيح منازلهم إلى الآن. نعم. جميع نعم. هذا معروف. نعم. أن الفلسطيني يحتفظ بمفتاح بيته مع مضي 75 عام. أستاذي الكريم، مكاتب المقاومة تفكر بعقل واحد. إيران، لأنهم أبناء مشروع واحد. إيران، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، اليمن. نعم. هذه العناوين تحيط الخارطة الصهيونية من كل جهات الآن، يعني ليس أمامهم سوى البحر فقط. بمعنى علينا لا نفكر أن هذا الغزي قد فكر لوحده حتى يقوم بهذا المشروع الكبير، لأنه يعلم جيداً أن ما فعله هو إنجاز كبير ويحتاج ردة فعل من خصمه. طيب، فهل يترك هذا المقاتل عرضة للمراجم أن إسرائيل تستعرض به بسلاح أميركي؟ أطلع لا، هنالك محددات بعد أن تم قال أن هناك أسلحة نوعية لم تستخدم بعد من قبل الغزاويين. احنا هسه ما نفترض. نعم. لكن ماذا نفترض؟ نفترض أن العقل الذي خطط لهذه المعركة هو لم يخطط كردة فعل فقط، لا. نعم. إنما هو مشروع. نعم. هو مشروع المعركة الكبرى. هم يعلمون أن أمريكا خرجت من المنطقة مرغمة، والحرب الأوكرانية الروسية قد قلبت المعادلة وجعلت أمريكا تريد أن تكون منطقة الشرق الأوسط هادئة، وبعد أن خرجت أرادت أن تجمع أصدقائها تحت عنوان أن إسرائيل تقودها بالمنطقة كعميل لها بالمنطقة.
هذا المشروع الذي خططوا له بالمقابل المقاومة تخطط. لو جاء في وقت خطير لو أن السعودية ذهبت إلى التطبيع لخلقت لنا مشكلة ما بعدهم مشكلة. السعودية تمثل مشكلة بالمنطقة. أبلغت السعودية أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية على وقف المساعي مساعيها باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني. السعودية أبلغت صديقنا أصدقائنا بأنه إحنا نحن ذاهبون إلى التطبيع قبل المعركة. وقال محمد بن سلمان نحن ذاهبون إلى التطبيع السبب أن جميع أموالنا مودعة في المصارف الغربية. وهؤلاء سيختلقون لنا مشكلة وسوف يجمدون كل أموالنا. وسيحملونني مسؤولية القاشقجي وجريمة والمحاكم الجنائية وكذا وأنا أقع في الدائرة ولا أحد يدافع عني. لذلك أنا ذاهب لهذا التطبيع. إذن أنت الآن إذا ذهبت دولة تصدر يومية 9 ملايين برميل وهي لديها الحرمين وها ولا لديها هذا العمق الجغرافي والموقع الجغرافي وهذا التاريخ الإرث الأمة الإسلامي والعربي للسعودية. نعم. إحنا نسلم لإسرائيل بيومين. نعم. إسرائيل سيبقى سيدوم وجودها بالمنطقة. لذلك تم إيقاف مساعي التطبيع مساعي بين اليمن وبين السعودية. يجب أن تبقى السعودية قلقة ويجب أن تبقى السعودية قلقة من كل المنطقة وهذا يساعد السعودية. الآن هاي المعركة تجعل محمد بن سلمان أكثر راحة بالدفاع عن نفسه إذا كان لديه ذرة من القيم. إذا هسه إذا هو رايح هو أصولة يهودية ويريد يروح ذاك المخر. إذا كل المعركة الآن أمريكا لا تقبل أن تطول هي ظروف الموضوعية ستضعه أمام مسؤولية منع أو عدم الهرولة باتجاه التطبيع. أحسن. الأستاذ حسين الكناني جاي نشاهد أن البلدان العربية كلها اتخذت موقف المتفرج، اللهم إلا العراق، إلا العراق بحكومته الإطارية الذي يعني عبر عن موقف واضح وصريح خصوصا في لقاء السيد السوداني بالرئيس بوتين، وصول جثامين شهدائنا الأبرار من غزة. يعني ما أعرف هذا التباين بين الموقف العراقي والموقف العربي بكامله. يعني من نظرة أخرى للقضية الفلسطينية ومن نظرة عقائدية طبعا. هاي النظرة العقائدية تعتبر القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى له خصوصية كبيرة. نعم. عند المؤمنين حقيقة. نعم. وواقعا. نعم. هي راسخة في النفوس يعني. وبالتالي مسألة تحرير فلسطين أنا أعتقد أنه لا يتم تحرير فلسطين بشكل مطلق إلا بعد أن يتم كشف غير المؤمنين وكشف المطبعين وكشف الأوراق بشكل واضح. وهذا ما شاهدناه، تهافت الحكام الدول العربية وشعوبها، وإن قلنا نحن حتى هذه اللحظة ما زال قسم كبير من الشعوب العربية محافظ على إيمانه وعلى فطرته ويعتقد أن الكيان الصهيوني هو عدو للأمة وما زال يعارض هذا الوجود يعني بدليل أنه نشهد بين الفترة والأخرى قيام عسكري مصري مثلا بقتل اليهودي. نعم. وحتى أنه فكرة اقتحام المستوطنات هذه. نعم. جاءت من عسكري في شرطة الحدود المصرية، هو من قام بكسر هذا الحاجز ودخل للمستوطنة وقام بقتل 3 من اليهود. نعم. تذكرها هذه الحادثة قد تكون هي البذرة الأولى لفكرة إمكانية اقتحام هذه المستوطنات بسهولة مع وجود المستشعرات مع وجود الأسجة وأبراج الحماية المتوفرة. لكن استطاع هذا المجاهد هذا الإنسان المؤمن المصري أن يتجاوز كل هذه السواتر وكل هذه الحجوزات من دون يعني كشفه ومن دون إيقافه واستطاع أن يصل إلى هدفه بسهولة. قد تكون هذه البذرة الأولى لفكرة اقتحام المستوطنات. وبالفعل يعني لاحظنا أنه سهولة هذا اللي يعني سبب مفاجأة وصدمة كبيرة
لليهود انه ما استطاع ان يكشف هؤلاء مع انه اعدادهم كبيره، ومع العلم انه كان الخرق من الجو وكان الخرق من الارض وكان الخرق يعني المفاجاه من الجو ومن الارض ومن البحر. نعم، يعني ثلاث مناطق حدوديه من المفترض انها تكون هذا مراقبة. ما يؤكد ان القضيه مخطط لها بعنايه وبتأنن. نعم، ليست كما قال الاستاذ كما قال الاستاذ محمود، ليست رده فعل. نعم، اشرنا انه هنالك تخطيط، لكن انا اقول بدايه حديثي انه هنالك جنبه عقائديه الهيه. يعني مساله البعد الالهي بتحرير فلسطين هذا حاضر. نعم نحن نقوم بالاجراءات المطلوبه، نقوم بالتعطيل، لكن هذا ما يضمن نجاح العملية 100%، لأن هنالك أكثر من حاجز صعوبة اختراقه من الناحية العلمية، من دون مسألة التوكل ومن دون مسألة إحالة الأمور. يعني لا تحسب الأمور بالواحد زائد واحد يساوي اثنين. نعم، لابد وأن تكون هنالك إقدام وتكون هنالك توكل على الله سبحانه وتعالى حتى يتم تحقيق الأهداف. وهذا اللي أقوله، أنه مسألة العراقيين والعراق والقضية الفلسطينية أعتقد أن هذه مرتبطة لها بعد بظهور الإمام عجل الله فرجه، ولذلك نحن العراقيون مصرون، يعني نعتبر القضية الفلسطينية قضية الأمة الإسلامية وليس قضية عربية يعني تنتهي بعملية تطبيع حاكم هنا أو هناك، ما يقضي على القضية الفلسطينية. يعني أنت تعتقد أن الجذر العقائدي للنفسية العراقية للتركيبة العراقية؟ نعم، مرتبط بوجود بظهور الإمام وانتظاره. نعم، وأنه أنه أنه فلسطين لا يتم تحريرها إلا على يد رجال مؤمنين، يعني حقا، مو ادعاء أنه أنا والله مؤمن وأنا رايح موقع، والله أنا خادم الحرمين ورايح موقع التطبيع وفاتح يعني بلاد الحرمين للكيان و للولايات المتحدة الأمريكية، والعمل جاهد. شوف الإدانة من قبل الدول العربية لهذه القضية، كل تقريبا أغلب الحكام اعتبروا أنه يدعون للتهدئة ويدعون أنه إدانة واضحة للفلسطينيين، وأنه هنالك أبرياء تم قتلهم، وأنه هذه العمليات ما وراها جدوى ما وراها فائدة. بالتالي تلاحظ أنه هنالك انتقاد واضح للمقاومين الفلسطينيين من قبل الحكام ومن قبل بعض وكالات الأنباء العربية. أستاذ محمود، بأقل من دقيقتين روسيا، الصين، كوريا، بعد أن يئسنا من الموقف العربي، كيف تقرأ مواقف هذه الدول الثلاث؟ لا، هذه من صالحها طبعا، حتى هذه المعركة هي من صالح القطبية الجديدة، لأنها اضطرت أن تعيد أمريكا إلى المنطقة بعد أن أرادت أن تتفرد إلى الحرب الأوكرانية وإلى المحيط الهادئ حيث الصين، الذي أعاد في بوارجها هذا معناها ستضعف أمام الصين في تايوان وسوف تضعف أمام روسيا، بدليل أن المستشار الألماني قال لا نستطيع أن نتمدد على خطين، لا بد، بدت هنالك محيص. إذن المعركة إذا دامت 40 يوم كما هو مخطط لها، أعتقد ستنقلب الطاولة وستكون سببا ساخنا في إنشاء القطبية الجديدة. طيب، الدور الإيراني أليس دورا حاسما؟ شوف، أو بمعنى آخر بعد إذنك، يعني بمعنى آخر، حزب الله هدد الإسرائيليين أنكم إذا أقدمتم على اجتياح كامل لغزة سنتدخل. أحسن، أنا قلت لك مسبقا أن المقاومة واحدة غير متشظية، وجميع هذه الخطة لديها، الجميع يعلم بها قبل أن تتم، بالدليل أنه قبل المعركة ماذا قال الإمام القائد الخامنئي؟ قال أولا على السعودية أن من يراهن على التطبيع كمن يراهن على حصان خاسر. ثانيا، الجملة الثانية، إن إسرائيل إلى الزوال. بمعنى أن ثانيا أن إيران لا تخذل صديقها. الأستاذ محمود الهاشمي، رئيس مركز الاتحاد للبحوث والدراسات الاستراتيجية، الأستاذ حسين الكنان، رئيس مركز للبحوث والدراسات الإسلامية، أنتم أيضا أيها الأحبة، كتب معد البرنامج الأستاذ قاسم العجلش الخاتمة التالية: حزب الله أبلغ جميع الوسطاء أنه سيدخل الحرب
فورا مع انطلاق العملية البرية الإسرائيلية نحو غزة. الأمريكي أبلغ الجانب اللبناني أن سلاح الجو الأمريكي سيدمر مناطق في لبنان في حال تدخل حزب الله. الروس أبلغوا الإسرائيليين أن دخول أمريكا للمعركة سيعني دخول سوريا وإيران وحركات المقاومة بالمنطقة للحرب فورا. شكرا، إلى لقاء آخر.